يو كيف يا جدي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في تحدي جديد. ايه يا جماعه، انا اشتغلت كثير للتحديات هذول وهالبركه هيك، فاليوم في عنا تحدي اللهجات. كنت كثير حلوه ورهيبه، قسمناها فريقين، انا وقمر ونيرمين، انور وايمو ويارا. هي اول مره اقول صح. شكرا حبيبي على راسي. اليوم يا جماعه تحدي اللهجات بس بطريقه مختلفه. كيف؟ كل واحد راح ياخذ بلد وراح يحكي لهجته وراح يحكي بدايه القصه ويكمل هو فريق الضد. احنا حنحاول نحدد مين انا ومين هو. نعمل قرعه احسن. قرعه راح يمثل بلد معين وراح يحكي بلهجته لحتى يكمل القصه، واكثر واحد انه بطول لما يكمل القصه او بتضحك او بلقلق بخسر نقطه. هي الفكره ببساطه، فريق ضد فريق. فخلينا نبلش فيديو مسابقه. بلش جايين ضيف كثير مهم يا جماعه، محمد. لا ما له خجلان ابدا. يلا يا جماعه، محمد يوتيوبر بالرغم من صغر سنه الا انه يعني عنده قناه يوتيوب وبتشتهر فيها عن طريق عبقريته. رح تتعرف على لغته الام الاجنبيه بس بيعرف يحكي عربي، فلتتعرفوا على شيء اكثر رح تطلقوا قناته تحت. غير هيك يا جماعه، عمل معي مقابله سالني اسئله كثير وحرجني، فانزلوا تحت انزلوا تحت وشوفوا المقابله يا جماعه. رح احط لكم اياها اول رابط بالديسكربشن، الكل يروح يشوفها ولا تفوتوها. سلم عليكم. اهلا بكم. كيف يا جلالين؟ بالبدايه صلاح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشتركوا بالقناه واهم شيء فعلوا زر الجرس، حطوا لنا لايك. حطوا لنا لايك يا جماعه، وتلاقوا هذا الكرسي الزهري تحت راسكم بالمخدة مريح. يا جماعة ركزوا معي، أنا مثلا راح آخذ بلد وأكمل القصة، فبسأل أوقف محل أنور تكمل. أنور بس وقف لمحل إنه هيك يعني حكى شويونة شي 30 سنة، أنور تكمل، بعدين إيمو تكمل، بعدين نيرمين، بعدين ضرب يعني ضرب. شلون؟ أردني. طيب. خليجي. خليجي هي عراقي. الفيديو خلينا نبلش أنا باللهجة الأردنية. خليجية، عراقية، مصرية، مصرية فصحى لبنانية. رح نبدل البلدان بالجولة الثانية. طيب لا بفكر بالمصري، ما اجى على بالي غير ازيك يا عمي. يا زلمة بقول لك كنت قاعد في البيت في الدار، شفت حمار. هي قافية ولا ايش؟ كنت قاعد بالدار يا صاحبي شفت حمار فسكرت الستارة وطلعت لبرا. اثنين أربعة خمسة. لا تعلي زحمة. زاح الباب. موضوع تعبير. زاح الباب وطلع على الحمام. ليش رحت لعند شو بيحكوا المصريين؟ يا سهل كثير. كمل يلا كمل كمل. طلعت من الدار. انا كمل انت. طلعت برا خليجي. بعد كذا طلعت من الدار، رحت اشتري من البقال شغلات اكلها. صح كمل. فصحى راحت كانكل المحل واشتغل الشغلات. لماذا انا اروح من هنا؟ لماذا انا اروح من هنا على البقال اكل شيء؟ بقال ليش شو ها سوري الى البقال. لماذا انا اروح لهم على طيب ليش بدي عربي؟ كملي كملي عراقي. لماذا سوف اذهب للبقال؟ كمليها. انا ودي اروح ويا رفقاتي وهن يستنوني هنا. غلط انا اعرف غلط. كمل كمل رفقاتي هناك. قاعدة عم استنى رفقاتي وحبيت اشتري شوي هيك شيء اكله. اوه جايبت نظام تعادل يعني. الله جزائري فلسطيني كويتي اردني عراقي انت مصري. اوه لحظة شوي صعب كثير من الجزائري. طيب طيب فقت الصبح كنت ماشية واحد شافني وقال لي وش الحباب صفا كانت حالتها مزيانة. بالنسبة لي رحت لا تسب لا تسب كلها يا كانت حاجة مزيانة. بالنسبة لي رحت بقالة خدي حاجات عشان الصبح وحاجات كله عليك. الصبح ولا انا حكيت له لا كله عليك. لا كله عليك والله سبيت. كمل يلا اسف يا شعب الجزائر جبتها صح وغلط بس انا اللي بعرفه. راح الجنان اخذ حاجاتي وراح. والله يا صاحبي بعد البقال بقال رحت الدور رحت الدور جاني صاحبي عندنا سوينا متة. لا غلط غلط متة عندهم متة هنيك سوري مفخم بقالي. جاني صاحبي الدور قال لي نروح على داره. قام رحنا دار عمي. شو هي بالغصة؟ دار عمي رحت لهناك ولقيت كل مكان وسخ. ايش هذا يا زلمه؟
كان حدا يكمل خلاص. هاي عيلات خلينا لبيت عمي يعني ايش بعد رحت لهناك لقيت كل شيء وسخ. ايش هذا يا زلمه؟ ايش ذي الوسخ؟ ايه وهذا قررت اطلع من هناك. طيب تمام يلا كمل ايمو عراقي. طلعت من بيت عمه باتشر طلعت من هناك. قلت له باتشر طلعت من هناك. قلت له اعطيني تعال علوكا 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 غلط كمل يلا علج 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 لا علج 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 نفسه كمل جبت العيد نفسه انا ما اقدر جبت العيد انت باتشر طلعت من هناك رحت على البقال قلت له اعطيني علجه تمام اوكي اخذت العلج وطلعت اكلت العلج ورحت ويا العلج ومشيت مع العلج ودرست مع العلج جيت شويه شفت حاجه هناك حبيت اروح اشوفها هي ايه استكشفت انها خاتم ذهب الله واحد اثنين واحد يا انا لا ما صارت انت علج واحد واحد لا اثنين واحد لا واحد صفر واحد صفر لان انتم متعادلين على ثلاثه وتخلص تمام على ثلاثه وتخلص واحد صفر لنا يلا عراقي مغربي مصري مصري لبناني ليش بتعرف فصحى لا فصحى والله انت جزائري بلش انور انا ورد بلش لبناني يا جماعه انا اسمي ورد ايش سد اسمي سامي احكوا طلعت من الحمام كمل طلعت من الحمام اخذت البرنوس بشكير بشكير النطق لازم يبدأ ليش لوش سوا لبناني؟ بشكير نشفت المية بعد رحت ويا خلاص عطيك خلاص عطيك طيب كنت عم بفطر كنت عم بفطر يلا أول شيء بس بفطر بس ما كنت عم بتروى عم بتروى كنت عم بتروى ترويقة جبت دعوة بينر الترويقة كانت طيبة كتير اسمها طيبة عادي طيبة بعد التروية قلت لي صاحبتي وصل يلا عراقي وقلت لصاحبتي بس ما أخذ نقطة ها لا 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 أنا عليك اسم ثلاث نقط خابرني رفيقي وقلت له يا معود ليش منطيتني البارح سكوب ثمانية كنت أربح ببجي تركيت أنت ثمانية كل هي أنا اللغة صح ولا لا؟ صح كمل يا مولا سكوب سكوب 8 سكوب 8 رحت المطبخ كمل انا فشلت على المطبخ حطيت ضمه فلا قلت له ايفو يا بطاطا انت شو بتدور هي ايه ذهب من هنا لماذا انت هنا؟ لماذا نحن هنا؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال كان بيحكي مع البطاطا ايش كان عندك فكرة؟ مغربي شو وين وصلت؟ كان بيحكي مع بطاطا ليش انت؟ والله طلعت ماذا انت هنا؟ قلت له لبطاطا انت اذهبوا من هنا قلت له يلا قلت له يلا بطاطا ردت علي ردت علي بطاطا ردت عليكي؟ ردت علي قالت لي انت مجنونة انا ما برد انت ملكي شنق صح كمشي فانا قلت لها هذه حياتي الخاصة لا هاي غلط لا جبت العيد طلعت كم ازاي؟ ما بعرف كم ازاي؟ هاي حياتي الخاصة حياتي الخاصة حياتي الخاصة بعدها حط المطبخ طعم المطبخ طعم المطبخ والله من ثلاث ساعات المطبخ كله عليك المطبخ رحت انا ماما قلت لها وش حبيت صباح؟ رحت نادي قلت لها وش حبيت صباح؟ حكى ماما تابع قلت لها وش حبيت صباح؟ ما بصير ما بعرف ايش رايي طيب خلص خلص كملي مصري بعد ماما بعد ماما يلا اتصلت لماما قلت لها شو الاحباب صباح؟ كملي يلا شو صباح؟ يعني بدك خير؟ يعني منيحه قلت لها يا عراقي هلا ذكرت لك عراقي يا حبيبتي يا قلبي كلمت معاها وطلعت ويا البنت ويه خلص جاي تقول عيد وحيد ربع حدا عراقي ما تحكي عليها ما عرفت قد حشت كذا لهجه وانا كنت عم بحكي ما بتحسب لنا نقطه لا لا خلص 2-0 2-1 2-0 يا عطواني يا عطواني اردو نطلع شخص ياني تصور فصحى انور يس
مصري ادمركم قول مصري يس زيك يا اسطى انت السوري شخطه حلبي اشبك خياط لا معي ما خسرنا نقطة حلبي ما برضى لغتي تنحكى هيك انا ما برضى زين مين اردني ايمو لبناني سعودي سعودية هاي خط لبناني يلا بلشوا ايمو بلش انا لبناني اليوم اتروق احب اطلع لبرا احب عطالو اظهر للبحر اظهرت على ايش صح اظهر للبحر اشوف صاحباتي هو حلو هو انسى ايه حكيت خلص مو متى بهيك تمام هي هيته خلاص اشوف إيه. صاحباتي بلشي انتي فاتي شكرا قلت لهم ايش بكم ايش بكم ايش بكم خيو ايش بكم ايش بكم ايش بكم خيو قلت لفيتي ايش بك خيو ما في شيء خيو ما في شيء كمل فصحى لم تقل لي شيئا صديقتي وكاتب جوجل هذا قالت لدي مشاكل في العائله قلت لها ما هذه المشاكل قالت هذا لا يعنيك قلت لها لماذا؟ خلاص! أو بس قلت لها وبعد الكلمة قلت لها بعد الكلمة وحضرت وأنا أتناول الطعام دق اتصل لي والدي وقال لي عليك الذهاب لتوصيل أخاك إلى المدرسة كمل مصر توصيل أخاك يا أو! بالعربية كان في عيال وسخة شوية أكلنا كشري وعلمت عليهم يا اسطى بالشبرية يا اسطى ضربنا النار للصبح بعدين روحت من المدرسة ورحت لعند صاحبي اللي كان حد الزلوة دي انت بتعرفيها الزلوة دي اكلنا كشري مرة تانية وكانت الكشري عند ابو مصطفى مش زيادة كويس مش زيادة فرحت بالعربية بالتوك توك عرفت التوك توك رحت بالتوك توك وانا رايح صادفت صادفت البقال من انا بعدها لقيت لي الشغالة قالت جزائري مع سعودية لا ما قالت على جزائري قالت لي اجيب صامولي ايش صامولي 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 نطلع نقعد احنا قالت لي ايش هذه يا زلمي حلو بلش قالت لي ايش هذه يا زلمي قلت لها حكي عراقي لا 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 طلش وهي عرضتني كمان يلا الجولة ف 2-1 2-1 يلا الجولة يا جماعه بركن اللي هي بهالجوله الاخيره طيب يلا يلا نروح فصحى انت شو بتلبي؟ مصري مصري لبناني عراقي حلبي سوري حلبي اردني يا جماعه جماعه ليش احنا مش حاطين لهجه حلبيه لانه نحن حلبيه فنحن بنحكي على لهجتنا ما راح نحكي على لهجات غيرها شلون عشان ما حدا يتحسس من هالقصة فنحن لهجتنا وراضيين لهجتنا التقليديه ونفتخر فيها كمان قاعده مع رفقاتي نتكلم جابت العيد عم كل اجر بنيه نفس السوري السوري كنت قاعده مع رفقاتي نحن نقول نتكلم احكي كنت قاعد مع رفقاتي عم فكر نظهر هيك قالت اتكلم مع صحابي واتس اب بيجت واتس اب مان وات دو وان هادي مع صحابي قررنا نطلع طلعه عم تطلع مع الكلمه طلعه على الجبل لا هي لبنانية جبل لا 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 مو هيك لا 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 يلا كملي انت طلعنا على الجبل يلا يلا مصر فرحنا على الجبل يا عم الحاج هناك لقينا بياع كشري فاخذنا الكشري انا واصحابي من بعد كده رحنا على البيت رجعنا على البيت البيت كمل صرنا بالبيت الحلبي خيو رحنا على البيت قلت له لماما جيبي لنا ماما صار تذكر رحنا على البيت دقينا الجرس قال مين؟ قلنا له ونحن حسن دول ابو ابي قلت له لماما رفقاتي جوعانين جاهزين اكل حلو بعد الاكل لقد قلت لامي ان تجهز لنا الطعام قليلا لان مش كمان متضورين جوعا فنحن جالسين في باحة المنزل سمعنا صوتا قريبا من المنزل الذي يجاورنا فسمعنا انهم يشغلون اغاني تقول اقول وقد ناحت بقربي حمامة كمل عراقي اقول وقد ناحت اشعر اسمع هذه الاغنيه بس كل ما اصيبك المكان اسمع الاغنيه ايه
عنت عبالي يا ابني يا هسا وانا قاعد اسمع هذه الاغنية هاي الاغنية هسا صار اردني ايه كمل ما عجبتنيش ما عجبتني خلاص قالوا لي باكر نود نروح نسبح خلاص اروح خلاص بالسحب الله بالسحب الله خلاص هلا عمر ونور مفهوم بس انت عرفتي لا بس ايه معرف ايه معرف بس يعني نتيجه خاص فصل رتا ترارارارتا خسرانين هذا الرسم معنا ما نقص ما خسرانين رتا ترارارتا ما صار نتيجة 3-1 وخسرناهم كل جدارة مع اني عطيني 2 ما بيعرفوا شيء ابدا من هاي الحوالة احنا 3 ما بنعرف شيء انا عرفت كثير لهلا اخر شيء عادي طيارة 2 ما بيعرفوا شيء وايه ما عرفوا اكثر عطي يا رب ايه واحد انت بتعجي بس انت ما بتمنى عجبكم هذا الفيديو اذا بدكم جزء ثاني خلينا نوصل 400,000 لايك ضيح بسيط لما قلنا سعودي او كويت او خليجي هي يعني كل دول الخليج تمام فما نسينا ولا دولة نحن منهم ان شاء الله ما نسينا ولا دولة فاكتبوا لنا اذا نسينا دولة عشان نسوي الجزء الثاني الاولى تمام بتمنى يكون عجبكم نحن عم نعمل لهجات وعم نتعرف على معالمكم وشغلاتكم شكرا كثير لمشاهدتكم كان معكم نور الدين فريق نور مار سلام عليكم بيت